تحرص مجوهرة آسيا على دعم الاقتصاد الوطني وأيضاً فيجن 2030 بحيث أن تتعامل مع الشركات العالمية، فهذه يجيب لنا زوار وزباين ويعني وناس خاصة يعني محبين المجوهرات. والحمد لله عندنا احنا 6 فروع في المملكة، فهذه طبعا يساعدنا او يعطينا فرص حق نوظف الكوادر البحرينية. عندنا طبعا الليون المحل المقبلين على الزواج، دائما يعني وايد مهم ان يكون في الفور سيز، وهو عبارة عن كات كارت كولر وكلاريتي، فهذه الأربعة أشياء تكون مهمة في اختيار الشبكة المناسبة. طبعا الحمد لله مجوهرات آسيا توفر هالشيء، لأن احنا عندنا يعني عندنا مختلف خلينا نقول الأسعار، فعلى حسب الزبون اللي يبغي. فدائما عندنا مثلا زبون اللي يقول له مثلا ان انا يعني ابغي اللون المعين او ابغي مثلا الحجم المعين في هذه في الألماس، فاحنا نلبي له الطلب، لأن الحمد لله مع تعاملنا مع الشركات العالمية فعندنا فلكسبيليتي في نلبي حاجة. نوعدكم هنا في مجرة آسيا نعطيكم أحدث الأشياء وإن شاء الله أفخر الأشياء، وكل عام والبحرين بخير.